عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك حدينا مسيو. اخترنا ما نوليوش وجهك معناها خاطر عندك مشكلة. عندي مشكلة كبيرة أنا في حياتي. تفضل احكي لنا مسيو، كيفاش بديت المشكلة ومع شكون؟ بديت المشكلة في قهوة وقت عمري 21 سنة. دخلت القهوة من صدك عرفتها أنا. خزرت لها ديريكت أنا وخويا ولد خالتي وقت توديع العزوبية نتاع ولد خالتي في رود مارسيا. دخلنا القهوة. لقاها عاملة مشكلة مع زوزولي. قداش عندها الحكاية؟ عندها تو 3 سنين تالي. ديريكت نقا انا ما لقيت عامله مشكله مع ولاد ديريكت ضربت طفل وخويا ضرب طفل ولد خالتي بدا يكسر في القهوه. كسرنا قهوه كامله على خاطره ومازلت ما نعرف هيش من لون نظره كما يقولوا كنت فودخ حبيتها. خرجتها من القهوه قلت لها جا الحاكم وقفون. جا ولد حومتي علينا في اسمه رئيس فرقه بالليكستيات لقاني انا عامل مشكله ومكسر القهوه قال لي برا روح فيسه. وجاء قالت الطفلة بطاقة تعريف قلت له راهي متابعتني مرتي. قال لي مالا هز مرتك في ساعة وقف تكسيرة ورئيس منطقة ببحر جاء. وقفت تكسيرة واحد بيا معاي دخلتها واحدة اخواتي لبنات بيتها. الصباح قمنا خرجنا افطرنا كيف كيف نحكي ونحكي ونحكي وتحكي لي في مشاكلها هاربة من دارهم وخوها يضرب فيها. في الوقت هذاك انت قداش عمرك وهي قداش عمرها؟ في الوقت هذاك انا عمري 21 وهي 22 اكبر مني بعام. عايشتها مع اخواتي البنات نظفتها بعدت على الخمج كانت تشرب كانت تحربش ضارب ايديها بعدت على كل شيء. ازيتها الكلينيك شنظف ايديها بالليز باش تتنحك الضربات. وبعد بديت قصة رولاسيون للي حبلت لو حبلت خارج اطار الزواج خارج اطار الزواج طيحت. قعدنا شهرين عاودت حبلت. عاودت حبلت بعد شهرين. خليني على سيئة قلت لها هذا اول ما قبل ما يجي معناها نكتبوا الزديق. معناها الصغير الاول مشى على روحه الثاني خليته. الثاني خليني قالت لي شن طايح وشربت حنتيتا ولا شنية تاع النساء يشربوها وبرشا دويات شن طايح ما تحتش. شديتها في الدار قلت لها ما عادش نراك مانيش النحي الصغيره ذي. بعد بعث لي بابا كارت سيجو تاع 15 يوم باش تمشي وحده لفرنسا. مشيت ديريكت قديت باسبوري وطلعت وحده باب نطلب فيها بالكام بلوكيت نطلب فيها. هي انسانت في الوقت هذاك؟ هي انسانت في الشهر السابع وقتها. السابع. نطلب في خويا قال لي راهي هربت من الدار. قال لي خرج على اساس ماشي تقابل امها واختها وتجي. قال لي من وقتها ما ريتهاش مشيت لدارها وقال لي ما لقيتهاش. فماش ريحتها. انت تعرف عائلتها؟ نعرف خوها الكبير وخوها الصغير واختها وامها وبوها الله يرحمه. نعرفهم الكل ونبات في دارهم ونحن غير اصدقاء في دارهم معنا مع خوها في البيت. انا وخوها في البيت وهي وامها واختها في بيت النوم. وندهنوا في الدار وقديت لهم الدار الكل يعني. ما كانوش عندهم مشاكل بالعلاقة متاعكم يعني اللي هي علاقة غير شرعية؟ خواتها الأولاد في بالهمش أمها في بالها قالت لي اكتبوا صديق وحطوا مفتاح في داركم وسكروا على رواحكم. قلت لها مريق. بعد هربت قعدت في الشهر السابع هيك هربت ما ريتهاش. كان بعد 6 شهور جات قالت لي راني مريضة مرض نساء هذاك معناها غير ما ندوروا ببعضنا. قلت لها بطبيعتي ما ندورش بيك ما نعرفش عليك وين كنت مع شكون مع رجال. قلت لها وانا نخاف على روح خنهز. قلت لها نعمل لك تحاليل نشوفك مريضة ليه مريضة. ولا تبكي انت ماكش عاتي فيها ثقة؟ انا عاتي فيها ثقة ونعرفها ما نكبس فيها. نهار لو الثاني تعديوا 10 ايام وباقي الدم. بعد ش قالت لي اصلي نحكي لك حكايه وتوري في تصاور هاي نتاع بيبي زوز بيبيات. قالت لي انا اخي اقسم بالله العلي العظيم الله توصلني للدار. ديريكت قلت لها على بنتي وانا ما نعرف ايش. قلت لها شو هذه محلاها ما صاب جات بنتي. وليت تضحك زيد بدل 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 كل واحده نختارها هاي. بعد 3 ايام
ولد خالتي ما هو زاهروني سيدي حسين يعرفهم الكل. شي قابل لك البيبي اللي توري لي فيها، قال لي اسلي راهي بنتك. قلت له يا ودي صلي على النبي منين بنتك. كي رجعت يعني ما سالتهاش على الصغير نتاعها يعني؟ سالتها قالت لي طيحته. ديجا هي في السابع شهر يعني. اما هي مشات ولدت باسم امراه من الزهروني. انت خليتها في سبع شهر ولا؟ سابع خليتها. يعني مستحيله يعني. ما هو انا ما نفهمش برشا في الامور هذيك. قلت له اوكي طيحته طيحته تو نكتبوا صديق اني رجعت من فرنسا وشديت خدمه بابا حلي القهوه. معناها جاوي به في الدار لافايات ودار حفصي. قلت له وين تحب نعيشوا تو نعيشوا. قالت لي ليه وما ليه ونحن في سيدي حسين في دار ولد خالتي. بعد قالت لي اصلي انش من الاخر. قلت لها قالت لي راهي ذي بنتك. قلت لها لا فادله. قالت لي والله بنتك. وعند شكون مخليتها؟ وهاني قلت لك ولدت باسم امراه من الزهروني على اساس المراه ولدت مش هي باسمها في الشهر نيكول مدلسين كل شيء عندي الدات وكل شيء. والطفله خذيت ديريكت باسبور احمر خاطر الراجل المراه بلجيكي. خذيت الباسبور الاحمر ميرا. ملخص الحديث توا بنتك وين معناها ومع شكون اسكو معاك ولا مع امها ولا كيفاش؟ بنتي مع المراه ذي في بلجيكا عندي برشا ما شفتهاش وهي باعتها ب 20 مليون. باعتها؟ باعتها ب 20 مليون. فما شخص يبيع صغيره؟ فما هاك شفت هاني نحكي لك قلت لك باعت بنتها ب 20 مليون. لا لا الله محمد عبد ورسول الله شريت لامها دار في شارع كرتاج 7 مليون و13 مليون تفرهدت بيهم. نسال في المراه قلت لها بنتي راني ماشي نشكي. قالت لي تشكي ولا ما تشكيش ما عندك ما تعمل. قالت لي عندي برشا فلوس تونس مبركها انا. قالت لي راجلي بلجيكي وانا كيف كيف خديت الباسبور الاحمر وبنتي باسبور احمر ماهيش بنتك. اللي هي بنتك؟ اللي هي بنتي. قلت لها نمشيو نعملوا ولادي يعني. قالت لي اصلين راي بنتك امانه ما نجيبش وكبيره. قالت لي وانتم مازلتوا تمجموا تجيبوا. خليتها عندها سكت. عاودت حبلت مني. عاودنا رجعنا وحبلت مني. شنو هو تو؟ اي عاودت حبلت مني وطايحت. استغفر الله يا ربي. وعاودت حبلت في قبل رمضان. لا اله الا الله. بجدك؟ تحكي بجدك؟ والله ربي. حبلت بتويمه. لا عاد هكا مش معقول الحقيقه. هكا يولي لعب صغار. في رمضان في قهوه في باب حره هكا شو اسمها هي بابا كليو. تعالك نعطيتها كف من وقتها كيف كيف ذابت عندها الفرصة ما عادش تلقاها الجملة ما تعرفش وين فانا برا لوشها تونس الكل صحابي الكل موسيم يا اخي تلعبوا بجيبان الصغار مش نلعبوا انا هي تحمل حرام راهو حرام بالحق حرام انا ما مدخلنيش انا نقول لها خلي زوز تويما كان حاتهم تو قصولها الارحام ما عادش تجيب جمله وكبعدت هي تو علي عندها 6 شهور سيفت انا مشيت للحبس علاش؟ على عنف انا وبوليس وقفني في المنطقه نتاع باب السويقه سب لي يوم وامي متوفي الله يرحمها عايش عايش بتراح ديريكت قمت غدرت بونيا في وجهه كسرت له خشم بحا شدوا دك تقوني بالضرب بعثوني بوشوشه حبس عديت 3 شهور تحكمت بعام و6 شهور الدار عملوا لي محامي في 3 شهور خرجت من القاضي روحت لوج عليها لوج عليها فمي سمعت باقي رسولها الارحام وكل شيء ما عادش تجي تقابلت انا وياها وامها وين دارهم شارع كرتاج متعدي بالموتور يعني اخو في الخمر من غاديك نقا هي وامها ديريكت وليت هي تبكي قابلتني كارات وانا ديريكت وليت نبكي هبطت من الموتور طيشتها تحت الموتور مع نقينا بعضنا ونبكي هما قالت لي عليه متعرس قلت لها بنتك اللي ما تحبش قلت لها كل بالحق حسب ما حكيت لي يعني ارتكبت برشا اخطاء مش انا ديما قلت لك قل لها خلي هي تهرب وتنحي والله حرام على الاخر راهو هي تو اخر هربه هربتها هكا ضربت في وجهها كيفاش؟ ما نعرفش البارح عرضتني الاكس تاعي في باب الخضره وانا ماشي لدارنا هي معناها لا مش هي واحده اخرى قالت لي راي مرتك ما هو يعرفوها مرتي قالت لي راي ضربت في وجهها قلت لها شكون ضربها قالت لي واحد جلمي قلت لها علاش قلت لها وي قالت لي برشلونه ديريكت خديت تاكسي وهبط لوج لوج ما لقيتهاش وما لقيتوش وما نعرفوش ما عندكمش الكونتاكت نتاع بعضكم يعني ما بلوكيتني فيسبوك انستغرام تيك توك مبلوكاه هنا الواتساب مبلوكاه هنا يا
رسول الله. عندها 83 شهور، لا ريتني لا راتني لا ريتها. علاش علاقتكم هكا؟ علاش هكا معناها؟ والله ما نعرف علاش هكا، هي ما عندهاش مخ. اسبوان يعني لونتوراج خايب؟ يعني قلت لك هي ما عندهاش مخ، حتى أكبر مني هي، وقبلت الموضوع. وقلت لها حتى ما عادش تجيب راني قابلك، ما حاجتيش بالصغار، نحبك أنت ترجعوا بنتنا. قلت لها نشكي. كيف باش ترجعها بنتك؟ ماهيش في تونس. لا تجي مولو المرأة كل عام، هي الجمعة الجاية جاية نحكي معاها مو فيسبوك. قالت لي راني الجمعة الجاية جاية، جاي نشوف بنتك. قلت لها أمريكا المرة الأخرى شعرها اللي خطفتها لهنا. كنتش نخطفها نمشي نعمل لدي. ما صلحش خطأ بخطأ. بعد كل شيء تشكي هي وباسبور احمر تراسيلي موقف للي يحضر لديان. مش حكايه باسبور احمر، فهمت؟ هي بنت بلديان كان عم بنتك دور. اما قانونيا معناها قانونيا محامي قال لي امشي اعمل عريضه لوكيل جمهوري. الطفله اول ما تجي يحزوها من السفر وياخذوا يهزوها للسويس، يفكوها معناها من عند المراه ويحطوها في السويس، يعملوا لنا تحليل لديان. تطلع بنتي المراه تتوقف وصاحبتي تتوقف ورجل المراه يتوقف واللي ولدها يتوقف. فهمتك. معناها هما يتوقف خاطر انا تطلع بنتي. معناها الحكايه صارت بيعه وشريه ما بين مرتك والمراه. مرتي صاحبتي. بيعه وشريه بعت لها ب 20 مليون. هاني قلت لك. التو اليومنا هذا اللوج عليها، تو هاي بسكليت كنت اللوج عليها هاي. مازلت معليها ما حكيناش، هربت تو. تحبها ما زلت ولا؟ انا التو نعشق ونحبها على الاخر، وسمعت بيت ضربت في وجهها قلت لك خذيت تاكسي وهبط. وانا ما تحتي شيء معناها لا سكينه لا فرشيته. هبط. علاش العنف؟ انا مره هاي جرتها السال. قد داخل هاي في با. ريتها في جرتها هاي. علاش العنف؟ علاش لونتوراج هذا؟ انتم ما فيه. في با. مشيت للبا. دخلت انا للبار نقايت بولد عليه ديريكت وحلته وهو بيلعو وانا ساحي. اللي معاه ضربني بلا منتالي في جنبي، واللي معاه كسر شقف على راس اللي ضربني. شدت بعدها في البار مركز فندق الغله هزنا الكل. هما توقفوا ونحنا روحنا. سيفتهم على عندهم ضرر لا شيء. شنو طلباتك توا؟ طلباتي نحب نوصل صوتي، نحب نشكي بها، نحب نرجع بنتي. هذاك شنو نحب؟ ماني طالب شيء، رجع بنتي وهي كانت تحب ترجع نرجعها، ما تحبش ربي معاها اعطيني بنتي. شكرا.